ونروح للرياضة. هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا منتخب مصر بتأهله لنهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون العام المقبل، وده بعد فوز المنتخب على إيسواتيني النهاردة. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قالوا عبر صفحتهم الرسمية على تويتر: تهانينا للمنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة، التأهل إلى النهائيات كثاني المجموعة العاشرة بعد فوزه على سوازيلاند بهدف مقابل لا شيء. معانا الكابتن ابراهيم المنيسي الناقد الرياضي ومدير تحرير الاخبار. مساء الخير واهلا بحضرتك يا فندم. اهلا، مساء الخير واهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا ليك. تابعت فوز مصر النهارده ازاي؟ الحقيقه فوز مهم لثلاث اربع اسباب. السبب الاول انه ضمن التاهل المبكر لبطوله غاليه علينا، بطوله منتخب مصر بيحمل الرقم القياسي فيها، ولعل ده مركز عليه الاتحاد الدولي لما اشار الى انه منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في الفوز بهذه البطوله. فهذا الفوز المكرر على سوازيلاند للمباراه الثانيه في الذهاب والاياب رفع رصيد مصر لتسع نقاط وحسم التاهل المبكر قبل ما نخوض الجولتين المتبقيتين. هذا الفوز عزز فرص او مسيره الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، دعم فكرة التحول في الأداء الهجومي اللي المنتخب بدأ يتبعه بعد تجربة كوبر اللي كانت شهدت انتقادات كثيرة بشأن الخطط الدفاعية اللي كان بيلتزم بها المدرب السابق، وكشفت عن فكر جديد لدى المنتخب الوطني مع بعض العناصر اللي جذب بها الجهاز دماء الفريق. فجاء هذا الفوز المبكر ليحسم التأهل، ولعل هذا ما دفع المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة إلى منح مكافأة مضاعفة للفريق، منح كل لاعب بعقب المباراة 20,000 جنيه مكافأة التأهل والإجادة على أساس دعم المعنويات للفريق في المرحلة اللي جاية إن شاء الله. إن شاء الله. طب توقعاتك إيه بقى للمباراة اللي جاية، مباراة مصر وتونس إن شاء الله؟ شوفي، مصر وتونس بكل ظروفها من زمان وهي بتحظى بحساسية خاصة وبأهمية مضاعفة، خارج سياق إن المنتخبين العربيين ضمن التأهل لكأس الأمم في الكاميرون العام القادم، لكن تبقى مواجهات مصر مع دول الشمال الإفريقي سواء المغرب أو تونس أو الجزائر دائما ما لها حساسيات خاصة ولها حسابات مختلفة. المنتخب المصري حسب ما أكد لاعبوه عقب المباراة أن همهم المباشر هو رد الاعتبار والفوز على تونس في المباراة القادمة. نتمنى أن يتحقق هذا الفوز، صحيح انه فوز معنوي لو تحقق، لكنه يدعم مسيره الاداء الهجومي النشط للفريق. طيب، يعني اللي انا عايز اساله بقى لحضرتك، شكل الاداء اللي بيقوم بيه الفريق او بيؤديه وبيقدمه لنا المنتخب المصري، يعني هل هذا الاداء يبشر انه ممكن يبقى فيه مفاجاه ان شاء الله في البطوله، يعني في نهائي البطوله، ويعني نوصل يعني يا رب ان شاء الله للكاس؟ شوفي، كاس الامم الافريقيه دي بطولتنا احنا اللي اسسناها في 57 واحرزنا اول لقبين فيها 57 و59، وبعد كده فزنا غبنا غيبه طويله جدا لغايه لما كسبناها في 86 في القاهره، ورجعنا نغيب غيبه طويله قوي علشان نكسبها في 98 في بوركينا فاسو، وغبنا تاني مجددا عشان نرجع ناخد رقم قياسي تاريخي بالفوز بالبطوله ثلاث مرات متتاليه 2006 2008 و2010. لكن الغريب جدا بعد هذا الرقم الذهبي المتوهج فشلنا ثلاث مرات متتاليه في مجرد الوصول الى البطوله، لم نكن نشارك فيها لثلاث دورات متتاليه في اعقاب الظروف التي مرت بها البلاد. لكن عدنا البطوله الماضيه، ولما عدنا بقوه وتاهلنا للمباراه النهائيه. الان منتخب مصر بهذا الفكر الجديد مع المدرب المكسيكي ومع الجهاز الفني ومع العناصر الجديده ومع القيمه العالميه التي اكتسبها نجمنا الدولي الكبير محمد صلاح وبقيه اللاعبين المحترفين، اصبح لا يملك منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه الا المنافسه على اللقب. فالفوز بالبطوله، منتخب مصر كان دائما يكون هو المرشح المباشر للمنافسه على اللقب، الان في ظل كل هذه المعطيات وهذا الفكر المتجدد بقى الفوز او المنافسه على البطوله هو الهدف المباشر. الجهاز الفني الجديد اللي حضرتك سالتي عنه بدا يضع بصمته الهجوميه اللي اختلف بين كوبر وبين اجيري المكسيكي، انه لاول مره منذ فتره بعيده منتخب مصر النهارده نلاقيه بيلعب خارج الارض باثنين مهاجمين راسي حربه اثنين مع بعض، مروان محسن
واحمد حسن كوكا، فان احنا يبقى عندنا هذه النزعه الهجوميه، ان يبقى عندنا جرأه في مباغته ومهاجمه اصحاب الارض ايا كان التحفظ على مستواهم او على قدراتهم، لكن التحول بالفكر الهجومي يمثل نقله نوعيه مهمه في الجهاز الفني للمنتخب. وان شاء الله يفرحونا كلنا كمصريين. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن ابراهيم المنيسي الناقد الرياضي، شكرا لحضرتك يا فندم.